أخبار اليوم. هنشوف مع بعض ورقة امتحانية نموذجية للورقة الامتحانية في آخر العام، بنتناول فيها 5 أسئلة ونشوف مع بعض السؤال الأول. سؤال أول بيقول: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي واكتب فقط الكلمات المختارة في كراسة الإجابة. وهذا معناه أن أنت ما تنقلش كل العبارة موجودة في ورقة الأسئلة إلى ورقة الإجابة، فقط اكتب الكلمة المراد اختيارها حتى لا تضيع منك وقتا. تتميز الفقرة رقم 26 بأنها، وعندي 4 بدائل: صغيرة الحجم، مفلطحة، متمفصلة، جميع ما سبق. لازم الأول أحدد الفقرة رقم 26 دي تقع في أي منطقة عشان تبقى الإجابة بتاعتي سليمة. أكيد الفقرة رقم 26 لو عدينا من أول الفقرات العنقية وإحنا نازلين لغاية تحت هنلاقيها تبع الفقرات، طبعا عندنا العنقية وبعدين عندنا الصدرية وبعدين عندنا القطنية وعندنا العجزية. 26 دي فقرة من فقرات العجزية، إذن هي ليست صغيرة وليست متمفصلة، وبالطبع بستبعد جميع ما سبق، عشان كده بختار الإجابة باء اللي هي تتميز الفقرة رقم 26 بأنها مفلطحة. الجملة الثانية: يبدأ إفراز هرمون البروجسترون في اليوم الكام من بدء الطمس؟ هل في اليوم الأول أم الخامس أم الرابع عشر أم الثامن عشر؟ كلنا عارفين أن البروجسترون بيفرز من الجسم الأصفر، وعارفين أن الجسم الأصفر لا يتكون إلا بعد التبويض، انفجار حويصلة جراف وتحار البيضة، وهذا لا يحدث إلا في اليوم الرابع عشر من بدء الطمس. مش كده اخترت الإجابة جيم اليوم الرابع عشر. نمرة 3: نسبة الأمشاج التي تحتوي على جين عمل ألوان لذكر مصاب هو. يبقى مطلوب مننا الأمشاج نسبتها قد إيه اللي بتحتوي على جين عمل ألوان لذكر مصاب. كلنا عارفين ان الذكر المصاب تركيبه هيبقى اكس واي وعلى اكس جين المرض، وبالتالي يمثل 50% من امشاجه امشاج مصابه عليها جين هذا المرض، وهي تمثل اكس اللي عليها جين المرض، اما واي ما بيشيلش. الفقره رقم 4: جميع الخلايا احاديه المجموعه الصبغيه عدا. يبقى كل اللي موجودين دولت أحادية المجموعة وفي وسطهم واحدة ثنائية المجموعة الصبغية. السابحات المهدبة، الميروزويتات، الخلايا السيماتية، أمهات البيض. واضح أن السابحات المهدبة أحادية المجموعة الصبغية لأنها تنشأ بالانقسام الميتوزي في نبات مشيجي أحادي المجموعة الصبغية، وكذلك الميروزويتات أحادية المجموعة الصبغية لأنها أيضا تنشأ بالانقسام الميتوزي من ميروزويتات أحادية المجموعة الصبغية أو من سبوروزويتات أحادية المجموعة الصبغية. الخلية السيماتية إحدى الخلايا الموجودة في المبيض في زهرة من أزهار النبات، وأيضا خلايا مرت عن انقسام ميتوزي فأصبحت أحادية المجموعة الصبغية. لا يتبقى لينا غير أمهات البيض، وأمهات البيض موجودة في مقطع من لما بنيجي ندرسه في المبيض وفي مراحل تكوين البويضة. أمهات البيض بتكون ثنائية المجموعة الصبغية، عشان كده الاختيار بتاعنا هو د. العبارة رقم 5: الإنزيم الذي تتوافر شفرته لدى الفيروسات ذات المحتوى الجيني RNA هو. يا ترى شفرة ديوكسي ريبونوكليز موجودة في هذا الفيروس أم النسخ العكسي أم إنزيم القصر أم إنزيم اللولب؟ لو بصينا على 4 بدائل ألاقي إن الفيروسات تحمل شفرة إنزيم النسخ العكسي، وكلكم عارفين طبعا ليه، عشان إنزيم النسخ العكسي ده عبارة عن إنزيم لما بيتواجد شفرته عند الفيروسات اللي محتواها الجيني RNA وتهاجم خلايا من خلايا العائل، تحث الخلايا على تكوين هذا الإنزيم، وهذا الإنزيم يعمل على تحويل المادة الوراثية للفيروس من RNA إلى DNA وتلتصق مع DNA لخلية العائل، وبذلك تقدر تسيطر على الخلية وتتضاعف مع تضاعف الخلية. الجملة الأخيرة: يوجد جزيئات الدي ان ايه فين؟ هل موجوده في النواه؟ في الميتوكوندريا؟ في البلاستيدات؟ كل ما سبق. خلي بالكم ان احنا لما درسنا كانت الدي ان ايه موجوده في النواه، وده المكان الطبيعي بتاعها،
لكن وجدت في الميتوكوندريا ايضا دي ان ايه، ووجد في البلاستيدات ايضا دي ان ايه. صحيح الموجوده في الميتوكوندريا والموجوده في البلاستيدات تشبه الدي ان ايه اللي موجود في اوليات النواه، لكن ده ما يمنعش انها ايضا دي ان ايه. يبقى الموجود في داخل النواه دي ان ايه يمثل حقيقيات النواه، لكن في الميتوكوندريا والبلاستيدات دي ان ايه تشبه الدي ان ايه في اوليات النواه، وفي جميع الاحوال موجود دي ان ايه في الثلاثه. عشان كده قلنا الدي ان ايه اجابته تبقى جميع ما سبق. انا مع كل عباره بحلل لك ليه اخترت هذا البديل، عشان برضو هي اقرب للمراجعه مش مجرد بجاوب امتحان. نيجي بقى نشوف بعد كده الفقرة ب، ما الفرق بين كل اتنين مما يأتي؟ ما الفرق تختلف شوية عن المقارنة؟ ما الفرق بتتضمن كلمات بسيطة وفروق صغيرة في الكلام؟ المقارنات قارن تتضمن جدول بما يحمله من فروق كثيرة ما بين الشيئين، لاقحة الأسبيروجيرا ولاقحة الفجير. أولا لاقحة الأسبيروجيرا 2 نون، وتنشأ من اندماج نواة أو اندماج خلية في إحدى الشريطين مع الخلية في الشريط المقابل لها، وهذا التكاثر الجنسي يسمى الاقتران. أما لاقحة الفوجير فيتنشأ من تكاثر جنسي بالأمشاج وليس بالاقتران، وتتكون اللاقحة داخل أرشيجونيا على النبات المشيجي لنبات الفجير. أيضا لاقحة الأسبيروجيرا عندما تتحسن الظروف ستنقسم ميوزيا لتعطي خيط طحلبي جديد، بينما لاقحة الفجير تنقسم ميتوزيا لتعطي نبات جرثومي ثنائي المجموعة الصبغية ولا تعطي نباتا مشيجيا. عشان كده في فروق ما بين الأسبيروجيرا والفجير، ونقدر نحصرها إما في جدول أو في شكل سطرين متتاليين. ما الفرق بين كل من الأدينين والثيمين؟ الأدينين قاعدة من البيورينات، بينما الثيمين قاعدة من البريميجينات. أدينين جوانين بيورينات، وثيمين وسيتوزين من البريميجينات. خلي بالكم إن الأدينين حلقتين بينما الثيمين حلقة واحدة. عندنا بعد كده مسألة، والمسألة هنحاول ان احنا نقراها مع بعض ونحلها ونشوف بالظبط ايه اللي مطلوب. نقرا المسألة كده واحدة واحدة، وخلي بالكم اتفقنا ان في بداية المسألة هكتب النمط الوراثي. فالمسألة بتقول تزوج رجل فصيل الدم A من امرأة فصيل دمها O، فأنجب طفلا فصيل الدم O وأصم وأبكم، يعني في حاجة جديدة ظهرت، رغم أن الأبوين لا يعانون من حالة الصم والبكم. فسر على أسس وراثية هذه الحالة موضحا التركيب الجيني والمظهري للآباء والأبناء. لازم رقم واحد نعرف أي نمط وراثي تتبع هذه المسألة. هذه المسألة تجمع بين نمطين، فصائل الدم تمثل حالة تعدد بدائل، وحالة الصم والبكم تمثل حالة سيادة تامة. فنشوف مع بعض بتتجاوب ازاي. هنرمز للأب اللي فصيل الدم A وأنجب فصيل الدم O، يبقى لازم يكون الأب هنا أرمز له A في الفصيلة، لكن هيكون تركيبه AO. ليه اخترته AO؟ علشان هجين، عشان ينجب طفلا فصيلته O. لكن أكيد هذا الرجل سليم من حالة السم والبكم، واللي أنا حدي لها وليكن أي رمز وليكن أختار M، فأكيد الأب ده M كابتل M سمول. ليه بقى؟ M كابتل M سمول. الأم لو بصيت على التركيب الجيني بتاعها ألاقي فصيلة دمها O، ودائما فصيلة الدم O بيكون ليها احتمال واحد فقط في التركيب الجيني لأنها تمثل صفة متنحية، فبكتبها O O. وأيضا
لا تظهر علي حالة السم والبكم، ولكنها أنجبت طفلا مصاب، عشان كده اخترت هذا التركيب. يبقى الأب AO M capital M small والأم OO M capital M small، مختلفين في الفصيلة، متشابهين في التركيب الجيني لحالة السم والبكم، كلاهما سليم، كلهما ما شاء الله بيتكلم كويس يعني وبيسمع كويس. تعال نشوف هل ممكن فعلا ينجبوا أطفالا، هذه الأطفال تبقى عندها حالة سم وبكم. في كم احتمال هنا في الأمشاج؟ عندنا أربع احتمالات، إما الـ A تيجي مع الـ M capital، إما الـ A تيجي مع الـ M small، إما الـ O مع الـ M capital، إما الـ O مع الـ M small. لكن البويضات بالنسبة للمرأة احتمالين فقط، الاحتمال الأول O مع M capital و O مع M small. يبقى أنا عندي أربع احتمالات في الحيوانات المنوية وعندي احتمالين في البويضات، يبقى عندي كم احتمال في الإنجاب؟ بعمل جدول كلكم عارفينه، بيكون من 8 مربعات بهذا الشكل، أفكركم كنا بنسميه مربع بوند، بحيث أحط A M هنا وأحط A M small جنبيها وأحط O M capital بعديها وأحط O M small في الآخر. بينما الاحتمالين في البويضات بخلوهم في العمود الرأسي، بحط O M capital O M small. بالنسبة للاحتمال الأولاني نوسع شوية المكان اللي احنا هنكتب فيه، طيب بالنسبة ل O M مع A M تبقى A O M capital M capital، A O معناها ان الفصيلة A و M capital M capital معناها ان هذا الشخص سليم بيتكلم كويس جدا ما عندوش حالة سم وبكم. الاحتمال الثاني A O M capital M small، برضو الفصيلة A وبرضو سليم من حالة السم والبكم، بعدين O O M capital M small M capital M capital M capital M capital، يبقى الفصيلة بتاعته O ولكنه M capital M capital سليم في حالة السم، O O وبعدين M capital M small، فصيلة O و سليم من حالة السم. يبقى عندنا في الأربع أبناء الأولين الاحتمالات كلهم سلام من حالة السم والبكم، لكن عندي نصفهم فصيلة A ونصفهم فصيلة O. نكمل A O M capital اللي هنا مع M small، طبعا دي M capital. طيب في الحالة دي الفصيلة A وأيضا سليم، لكن ده بقى A O M small M small، AO تبقى الفصيلة A لكن التقى M small مع M small وكلاهما جين المرض، فأصبح في حالة نقية، عشان كده ده أحد الأطفال اللي هيكون مصاب بحالة السم والبكم وفصيلة الدم A ولكنه ليس الطفل الذي وجد ذكره في المسألة. وبعدين OO M capital M small فصيلة O ولكنه سليم في حالة السم والبكم، الاحتمال الأخير O O M small M small، هذا الاحتمال الذي يكون فيه الطفل فصيلة دم O ومصاب بالسم والبكم، تبقى العائلة ديت عندها نسبة 25% مصابين، على اعتبار ان الافراد النتيجة عندي في الجدول تمثل 8 افراد، ربعهم 25% عندهم حالة سم وبكم، هذا الربع نصفه فصيلة دمه A ونصفه فصيلة دمه
او دي مجرد احتمالات قد تحدث او قد لا تحدث، ولكن في لغة الاحتمالات بنذكر كل الاحتمالات الموجودة. يبقى انا حققت المسألة اللي بتقول كمان مرة عشان نقراها ونشوف مدى التطابق بالنسبة لنا. بتقول تزوج رجل فصيلة دمه ايه من امرأة فصيلة دمها او، فأنجب طفلا فصيلة دمه او. عشان يبقى فيه فصيلة دم او يبقى لازم يكون الاب هجين ايه او، والام دائما نقية او او، والطفل عنده حالة صم وبكم، فعشان كده كان الاباء هجينة. هل في الامتحان تقدر تجيلي مسألة مركبة تجمع بين نمطين وراثيين مختلفين؟ بالطبع ممكن، خاصة إذا كانت نوعية المسائل سهلة. عندنا السؤال الأخير اللي هو وضح بالرسم فقط مع كتابة البيانات. وضح بالرسم، عايزين نرسم إيه بقى؟ قطاع في قصة ذكر بالغ. تعال نشوف إزاي هقدر أرسم قطاع في القصة. بداية بعمل دايرة كده تمثل إحدى الأنيببات المنوية، وهي ليست أنيببة واحدة. فعند عمل قطاع في الخصية نجد أنها مجموعة من الأنيببات وليست أنيببة واحدة. يبقى أنا برسم مجموعة أنيببات غير كاملة، لكن بركز على أنيببة واحدة. بين الأنيببات هنا مجموعة خلايا متجاورة كده بنسميها خلايا بينية. هذه الخلايا البينية هي التي تفرز هرمون التستوستيرون، وهذا الهرمون هو الذي يعطي الصفات الثانوية الذكرية عند الرجل، مثل الشارب والذقن وضخامة الصوت والصفات التي تميز الذكر. يبقى بين الأنيببات وبعضها هرسم مجموعة خلايا هسميها خلايا بينية. هذه الخلايا سميت بخلايا بينية لأنها تقع بين الأنيببات المنوية، ودورها زي ما أنتم عارفين تفرز هرمون التستوستيرون. جوه كل أنيببة في نوع آخر من الخلايا تسمى خلايا سيرتولي. دي مجموعة خلايا اسمها خلايا سيرتولي، تكون كبيرة شوية، وكل خلية فيها النواة بتاعتها. خلايا سيرتولي تختلف عن الخلايا البينية من حيث الموقع ومن حيث الوظيفة. الخلايا السيرتولي توجد داخل الأنيببة المنوية، بينما الخلايا البينية توجد خارج الأنيببة المنوية أو بين الأنيببات المنوية وبعضها. ده من حيث المكان، من حيث الوظيفة. قلنا الخلايا البينية بتفرز هرمون التستوستيرون، بينما خلايا سيرتولي بتفرز سائل يغذي الحيوانات المنوية. إذن تغذية الحيوانات المنوية بتكون داخل القصية من خلايا متخصصة اسمها خلايا سيرتولي، وده معناه أن الحيوان المنوي ما عندوش قدرة على تخزين الغذاء، على عكس البويضة. البويضة بتقدر تخزن غذاء، عشان كده بتقدر تعتمد على الغذاء المدخر عندها، لكن الحيوان المنوي لا يمكنه تخزين غذاء حتى يصبح خفيفا سريع الحركة، وبالتالي يعتمد على الوسط المحيط له في إمداده بالغذاء. دي اسمها خلايا سيرتولي، بالإضافة أن لها وظيفة مناعية، فهي تقضي على الميكروبات اللي موجودة داخل ما بين الحيوانات المنوية وبعضها. طيب مجموعة خلايا بقى، الخلايا اللي موجودة في الجدار اسمها خلايا جرثومية أمية، لكن الطبقة اللي بتخرج منها على طول برة الجدار دي اسمها أمهات المني. وأمهات المني خلايا 2 نون تنشأ بالانقسام الميتوزي من خلايا في جدار كل أنيببة تسمى الخلايا الجرثومية الأمية. بعد كده في مجموعة خلايا تانية بتنتج بالانقسام بتنتج بعملية تخزين غذاء بسيط كده في مرحلة اسمها مرحلة النمو. يبقى عندنا أول طبقة بعد الخلايا الأمية أمهات المني، ودي اسمها خلايا منوية أولية. الخلايا المنوية الأولية زي ما أنتم عارفين بيحصل لها انقسام ميوزي، فتديني خلايا منوية ثانوية بعد الميوزي الأول، ثم خلايا بيسموها طلائع منوية بتتكون نتيجة حدوث الانقسام الميوزي الثاني وتكون أحادية المجموعة الصبغية، ثم يحدث لها تشكل فتتحول إلى حيوانات منوية. خدت بالكم بقى الحيوانات المنوية أغلبها موجود جنب مين دلوقتي؟ ملتصق مع خلايا سيرتولي. ليه؟ عشان هي دي مصدر الغذاء. وبالتالي هتكتشف إن احنا عندي
أربع طبقات بخلاف الطبقة اللي موجودة في جدار كل أنيببة. أركز عليها تاني، بقول إن دي اللي في الجدار مش باينة اسمها خلايا جرثومية أمية، لكن دي اسمها أمهات المناية.